من هو ليريس مهدي الوافد الجديد للمنتخب الوطني؟ اسمه الكامل مهدي باسكال مارسال ليريس، ولد بفرنسا سنة 1998 من أب فرنسي وأم جزائرية. ليريس بدأ مشواره الكروي في مسقط رأسه مع نادي ملعب مونتواس، ليتجه بعد ذلك إلى إيطاليا ويتدرج في الفئات الشبانية مع كل من نادي شيفو فيرون وجوفنتوس. مسيرته الاحترافية بدأها مع فريق شيفو فيرون سنة 2017 في الدوري الإيطالي، ينتقل سنة 2019 إلى نادي سامدوريا بصفقة قدرت ب3 ملايين يورو، ليعرف الموسم الموالي إلى نادي بريتشيا، ويعود مجددا إلى ناديه سامدوريا في جوان 2022. ويشغل ليريس منصب جناح أيمن ومتعدد المناصب، حيث شارك مع فريقه هذا الموسم في 13 مقابلة، منها 10 أساسيا و3 كبديل، وتبلغ قيمته السوقية 2.20 مليون يورو. وأنت هل تظن أن ليريس سيقدم إضافة نوعية للمنتخب الوطني؟زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.